Good morning. اوكي ناس راح يعترضون من الساعة 2:30. It's not the morning عشتي. اوكي يلا بونجور. هذه بالضبط بالضبط هذه تشوف حالتي. هذه بالضبط حالة اللي عنده تريليون ان شاء الله هو قاعد صافن. هيش خلاص ايس. خلاص. شي يسوي. يعني هذا قلق ما ادري ليش هيجي. هيجي صاير يرمي. المهم راح تشيك شوف ايش بي. قعدت متاخر من النوم. First I have to go to gym. Second عندي 7000 شغله بالبيت لازم اسويها وما مسويتها لحد هسه وانا لازم اسويها وما مسويتها. Third عندي تصوير بالليل يعني عندي اوردر الساعه 8 اقل شيء لازم اكون جاهزه الساعه 6 واطلع من